وإذا خرج المهدي يكون بعد ذلك خروج عيسى ويسبق خروج عيسى كما هو معلوم المسيح. الشاهد من هذا أن عيسى عليه السلام مع أنه نبي يصلي خلفه، يصلي خلف المهدي. جاء في حديث جابر وصححه ابن القيم في المنار المنيف قال ينزل عيسى فيقول أميرهم المهدي صلي بنا، لأنه نبي، فيقول لا إن بعضكم على بعض أمير، تكريمة الله هذه الأمة، هذه الأمة مكرمة إلى درجة أن عيسى يصلي خلف المهدي مع أن عيسى ولا شك في ذلك أفضل من المهدي. وجاء في حديث أبي سعيد وصححه الألباني رحمه الله منا الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه.